السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخباركم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا ربي. مرحبا بكم معايا على القناة، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. إن شاء الله نقدم لكم مهلبية بطريقة سهلة وبسيطة، كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. خليكم مع المقادير. عندي هنا لتر ديال الحليب، 3 الملاعق ديال النشا، و3 الملاعق ديال الدقيق. عندي 2 ملاعق ديال الزبدة، وكأس ديال السكر سنيدة، ساشي ديال فاني، ودانون على حسب الذوق. كناخدو إناء كنديرو فيه كأس ديال السكر سنيدة، وكنضيفو النشا والدقيق. كنضيف كذلك الحليب ديالنا، وكنحرك الخليط ديالنا جيدا، ومن بعد كنحطوه فوق النار وكنستمر في التحريك حتى كيتقل معانا الخليط. ملي كتبدا تبان لينا الفقاعات كنضيفو الزبدة، كنحركو مزيان، ومن بعد كنضيفو الساشي ديال الفاني. كنحركو الخليط ديالنا مزيان، ومن بعد كنحيدوه من فوق النار. كنضيفو عليه دانون بالنكهة ديال الفريز أو أي نكهة كتفضلوا ضيفوها. كنحركوا المهلبية ديالنا مزيان، وكنصبوها في كؤوس، كنزينوها وكندخلوها للثلاجة حتى كتبرد مزيان، كتجي على هذا الشكل. هذا كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعمونا بلي لايك. السلام عليكم.